صحيح أن حياة عروب حبيب الله من بلدة عين ماهل انتهت بحادثة دهس مؤسفة، إلا أن ذكراها ما زالت حية بين محبيها وأبناء بلدتها، وخلدوا هذه الذكرى بإقامة مقهى باسمها أصبح ملتقى ثقافي للشباب والكبار. إحساس رائع. طبعا احنا الفترة كانت لتخليد روح عروب حبيبتي، والفترة كانت صار لها فترة زمنية وهلأ قمنا بها ونفذناها طبعا بعد جهد عظيم يعني، وان شاء الله انه الفترة تكون تصل للكل، لانه الهدف تاعها كان ثقافي وتوعية، وانه نخلد ونطلع اجيال ان شاء الله تكون فعالة ومثقفة وتحب الخير للكل، وتحب طبعا الكل يحب بعض، والهدف منها طبعا الهدف الفكرة بالأساس لا نبذ العنف القائم هلا بالوسط العربي. احبب عينينا لو داب شمع الليل حوالينا، اللي الدنيا لعب بإيدينا حبيبي حبيبي المقهى كانت قبل وفاة عروب، كان اسمه مقهى روح اللي كان بيطمح ليكون حاضنة ثقافية لشبابنا وصبايانا، وبصراحة عروب كانت شريكة بالفكرة وكانت ستكون شريكة بالتنفيذ لولا حادث اللي راحت فيه بنتي عروب بحادث سير ودهست حتى الموت. وبعدين المشروع حمل اسمها، صار اسمه ملتقى عروب الثقافي اللي يجمع بين المقهى، بين كونه مقهى وبين كونه متجر كتب، وطبعا برنامج وملتقى ثقافي يضمن أو يشمل الكثير من النشاطات الثقافية الفنية والأدبية، والهدف منه هو فعلا تخليد اسم عروب. يعني دعونا نعد كم مرة يقال اسم عروب، وهذا نوع من تخليد الذكرى، وتخليد الذكرى ليس يعني بفكرة سطحية إنما بفكرة عميقة جدا، هي أن نحيي الثقافة وأن نوسع هامش الثقافي في حياتنا اليومية تحت مظلة اسمها ملتقى عروب الثقافي. غني لي غني غني لرفيق الدرب، غني لي غني غني لي غني 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 لبال مشغول منه عبال، غني العيون بتقول حكي من قال. من الألم يولد الأمل، فإحنا عملنا هذا المحل كل زاوية منه بتشبه روح حروب، لنحس ولنخلد اسمها حوالينا ولنحس إنه روحها دايما معنا بكل زاوية إحنا هون فيها. طبعا هذا أقل إيش ممكن نقدمه لعروب صديقتنا. إحنا كنا بمدرستها من الناصرة وبنعرف قديش عروب بني آدم بتحب الثقافة والشغلات اللي بتتجه لكل إشي خاصة بالعربي والوطن وكل إشي، فهذا أقل إشي ممكن نقدمه لها. الله يرحمها طبعا، وإحنا كتير 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 منحبها. شعوري هو شعور الفرح الكبير لأنه كل هذا الإشي بذكرنا بعروب. الافتتاح كثير ناجح، والأهم إنه الناس اللي بتحبها عروب موجودة هون، والأهم من هيك إنه بتمنى هي تكون مبسوطة بالإشي اللي عم بيصير وبالنجاح اللي صار عشانها. عم تخلص الكلمات والقلب موجوع، عم تغرق البسمات ببحر لي.